أولا يعني فتحنا مكتب كبير إنه اتحاد الكرة واقف معانا هيصبح مهمته جزء من مهمتنا احنا مش مهمتنا الرقابة على حاجة مهمتنا ضبط الأداء الرياضي بما يجعل هذا الأداء مفيدا للشعب المصري ممتعا له يلتزم بأخلاقيات المهنة يحافظ على كرامة كل لاعب يحافظ على كرامة المصريين وعيب قوي إن ملاعبنا تبقى خالية من الجمهور لأن إحنا مش قادرين نضبط هذه الملاعب بوقوف اتحاد الكرة إلى جوار المجلس الأعلى وبوجود لجنة رياضية ذات ضمير قوي يرأسها فهم عمر وبهذا الحشد الجميل اللي موجود انا واثق من ان المجلس الاعلى بالتعاون مع اتحاد الكره بالتعاون مع كل واحد موجود في هذه القاعه هيطبق الاداء الرياضي بما يجعل الرياضه متعه حقيقيه الرياضه ما اتعملتش عشان نقتل بعض وما اتعملتش عشان نشتم بعض ده اتعملت عشان المنافسه الجميله والعدل الجميل والروح الرياضية كل هذه المعاني تدور عليها ولا شيء موجود على وقت الفاضي احنا مسؤولين على ان نعيد هذا وسوف نعيده بترابطنا مع اتحاد الكرة وبترابطنا مع لجنة الاداء الرياضي وبوجود هذه الكوكبة الجميلة من الصحفيين الرياضيين انا مش عاوز اطول عليكم النهاردة بعتبر واحد من أهم وأجمل أيام المجلس الأعلى إن أنا هوقع اتفاق بروتوكول بتعاون اتحاد القوى معايا عشان مش عشان أراقب لا عشان أعيد للملاعب المصرية جمهورها النهائي لأنه ملاعب بدون جمهور يبقى مفيش رياضة وعشان يعود الجمهور لازم تعود ايضا بعض الضوابط اللي تضمن بالفعل ان الكره تكون منافسه جميله ان الكره تكون رياضه جميله ان كلنا بالفعل نعرف انه لكل مهنه اخلاقها واول حاجه المفروض تعلمها لنا الرياضه هي الاخلاق الرياضيه وحسن الاداء وعدم الاضرار بالاخرين وانا سعيد بوجودكم جميعا والاتفاق احنا قدم مشهور اتفاق اتحاد الكره واحنا وافقنا على كل حق فيه لان حصول الاتحاد على حقوقه ومراقبته لهذه الانشطه اعتقد سيساعد على ضبط الاداء في الانديه ما بنخافش من حد ما بنخافش من اباحه الاباحه حلها الوحيد القانون وان نكون الى جوار بعض مع القانون وشكرا جزيلا على ان كنت بيتم